وصف بالفضيحة، انتقادات واسعة وجهت لفيلم ديزني الأخير. فيلم مولان يعد من أهم الأفلام التي طرحت للعرض هذا العام، يروي قصة فتاة تأخذ موقع والدها في الجيش. هذه المشاهد الطبيعية الساحرة التي صورت فيها أحداث الفيلم اتضح أنها أخذت في إقليم شينجيانغ الذي ترتكب فيه أبشع الجرائم الإنسانية بحق شعب الأويغور. دعوة مقاطعة الفيلم تزايدت بعد عرضه، إذ تضمنت شارة النهاية شكراً لمكتب الأمن العام في مدينة توربان المكلف بإدارة معسكرات احتجاز الأويغور ومكتب الإعلام التابع للجنة الحزب الشيوعي. يجب على الجميع مقاطعة الفيلم لتعرف شركة ديزني أن الانصياع للصين لا ينبغي أن يكون إزاء التغاضي عن الجرائم الإنسانية. تصريحات نجمته الصينية فاقمت غضب الناس تجاه الفيلم بعد تأييدها شرطة هونغ كونغ بقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية في الأشهر الأخيرة. بالقرب من هنا يحتجز مليون شخص من الأويغور قسراً وتمارس بحقهم أبشع الجرائم الإنسانية مثل غسل أدمغتهم وإجبار النساء على الخضوع لعمليات تحرمهن من الإنجاب. مولان إذن يثير الجدل ليس بسبب ما فيه من مضامين فقط، بل أيضاً للتنازلات التي قدمتها ديزني لدخول السوق الصينية على حساب المبادئ الإنسانية. لميس السردي، تي آر تي عربي.